علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. مرحبا. من زمان لما كان الواحد فينا بده يقرأ كتاب ينزل على المكتبة ويختار الكتاب اللي بده إياه. هلأ كتير مناطق ما عاد فيها مجال للحركة بحرية وما عاد فيها مكتبات من أصله، والكهرباء بتنقطع ساعات، وناس كتير بالغربة ما عندهم مكتبات عربية. بحلقة اليوم رح نحكي عن كم شغلة ممكن نعملها لنضل نقرأ الكتب اللي منحبها رغم كل شيء. أول شغلة هي القراءة الإلكترونية. في أجهزة مخصصة لقراءة الكتب الإلكترونية أو e-readers مثل كيندل أو تولينو، بتميزوا بشكل أساسي بعمر البطارية الطويل اللي ممكن يوصل لـ8 أسابيع، بالإضافة لميزات تانية مثل شاشات تنقرأ بوضوح تحت ضوء الشمس المباشر وشاشات بتضوي منشان القراءة بالعتمة، وحتى في أجهزة فيها وايرلس وأجهزة ضد المي. للأسف دعم هاي الأجهزة للغة العربية محدود، بالإضافة لأنه في منها مرتبط بمصادر محدودة للكتب مثل متجر أمازون، وهي المصادر ما فيها تشكيلة كبيرة من الكتب العربي، بس بضل ممكن استعمالها مع الملفات PDF. وفي مواقع عربية بتوفر كتب عربية إلكترونية مخصصة لهيك أجهزة، ومواقع بتوفر كتب PDF، منهم موقع مؤسسة هنداوي اللي بيوفر كتير كتب إلكترونية، وكم موقع تاني بتلاقوهم بوصف الحلقة. قبل ما تشتروا لازم تعرفوا شو المتجر المرتبط فيه القارئ، وإذا متوفر بالدولة اللي ساكنين فيها، وإذا بيقرأ كتب من مصادر تانية، وإذا بيقرأ PDF، بالإضافة للتفاصيل التقنية اللي حكينا عنها أول شيء. طبعاً اللي جوا سوريا ما بيقدروا يشتروا من ولا واحد من هاي المتاجر ومحكومين بكتب PDF. تاني شغلة وهي مفيدة أكتر شيء للناس اللي بالغربة، وهي طلب الكتب الورقية من على الإنترنت. في مواقع عندها تشكيلة كتير كبيرة من الكتب العربية وبتشحن لأي دولة بالعالم. أسعار الكتب قريبة كتير من سعرها بالمكتبات، وبمواقع معينة الشحن بيكون مجاني إذا كان سعر الطلبية أعلى من حد معين. من هاي المواقع nilufurat.com وموقع جمالون وغيرهم، وطبعا الروابط بوصف الحلقة مثل العادة. الشغلة الثالثة هي الموبايل اللي بجيبتكم، سواء كان معكم أندرويد أو آيفون أو أي تابلت. طبعا تقدروا تشتروا كتب من متجر بلاي أو متجر آيتونز. التشكيلة مو كتير كبيرة بس بتقضي غرض، وأسعار الكتب ممكن تكون رخيصة، وطبعا كل الموبايلات بيقرأوا ملفات PDF. الشغلة الرابعة هي الكتب المسموعة، وهي كتب محكية ومسجلة ومنقدر نسمعها على الموبايل. لساته هذا الموضوع بالعالم العربي بدايته، بس في كم محاولة وكم موقع بيوفروا هالكتب، والروابط بوصف الحلقة. وقبل ما نختم بدي انصحكم بقناة يوتيوب اسمها عصير الكتب، وهو برنامج طويل بيقدمه بلال فضل على قناة التلفزيون العربي الجديد، بيحكي فيه عن كل أنواع الكتب مع تحليل عن المضمون والسياق، وأحيانا بيعمل مقابلات مع المؤلفين. اللي إله مراقب القراية رح يلاقيه ممتع كتير. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تتابعوا صفحة سوريالي على الفيسبوك وقناتنا على الساوند كلاود. سلام. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.